مرحبا بكم في هذا اليوم، يوم ذكرى يوم عالمي للغة العربية لسنة 2021 تحت شعار اللغة العربية في التواصل بين الحضارات. ولقد تطرقنا لهذا الموضوع مع زملائي من القسم النهائي للشعب الدولية من خلال ثلاثة ندوات. وتم الاشتقاق منها العديد من اللغات الآخرين مثل الفرنسية والفارسية والإسبانية والتركية. تعقيبا على ما قالت خزيمة الشيخة، تأثرت اللغة التركية باللغة العربية، ولم يقتصر ذلك على المفردات التي تتعلق بالدين الإسلامي، فشمل تأثير اللغة العربية في اللغة التركية هي كالتالي. هناك كلمات عربية دخلت إلى تركيا مع الحفاظ على معانيها، ونمثل لها بكلمة إلفاز التي تعني أنظار، انتظار انتظار، جملة جملة. الاختراعات التقنية في مجرى التاريخ، كانت الاختراعات والابتكارات بالعربية دور حاسم من حيث التغيير الإيجابي التي آتت به في حياتنا اليومية وتركها لبصمة لم ولن تمحى من التاريخ. يعود اختراع رفع الماء إلى العرب المسلمين الذين استطاعوا ابتكار طرق جديدة لحصد المياه وجعلها تسير وترفع ضمن القنوات عن طريق تطويرهم لاختراع ناعورة الماء. إذا تنقل القنوات الإخبارية الأخبار الأجنبية في العالم العربي بفضل اللغة العربية التي تتيح التواصل بين الحضارات، فاللغة العربية وسيلة إعلامية تمكن من إقامة سيرة بين الشعوب غير الناطقة باللغة العربية وشعوب العالم العربي. وهكذا بفضل اللغة العربية وخصائصها الفريدة تنقل المعلومات إلى العالم العربي.